سمعتوا عليه؟ اصلا انتوا ساكتين كده وعم تطلعوا سلسات ما تعرفوا مين الراجل ده العظيم ده. ده يعني حاجه كبيره قوي قوي هيبقى للاطباء. هو اوريدي حاجه كبيره للاطباء. شوفوا هتشوفوا قد ايه دي. هو بص هو جاي من الصبح بدري عشان يشرح الجراحه يبقى تاني يا ولاد قلنا اول حاجه هو بوزيتيف انو ترافيك ازاي؟ عن طريق انه لخبط ديستربنس في الالكترولايت. زود الكالسيوم والصوديوم جوه وزود البوتاسيوم بره في الاكيوت توكسيستي بس. في الكرونيك لا بيقللوا. ليه؟ لان هو اساسا دايوريتيك فبينزلوا فالهايبوكاليميا دي ها بسبب الدايوريتيك وبسبب ان كمان مرضى القلب بيبقوا بياخدوا دايوريتكس. اوكي؟ طيب وزود البوتاسيوم. اوكي؟ خلي بالك ان زود البوتاسيوم بره. يعني البوتاسيوم خرج بره. يعني لما اجي اعالج ما ينفعش تقول لي لو في زياده في البوتاسيوم اديله دايلسس. ما ينفعش. لان البوتاسيوم ده بتاع الجسم. احنا ساعتها هندخله جوه الخليه. انتوا كلكم عارفين بيدخل جوه الخليه بايه؟ بانسولين. تمام؟ بس بنخاف من الهايبوجلايسيميا بندي 5%. انا قلتها كده في التريتمنت وهنقولها تاني. يبقى مره ثانيه. الاكشن زي ما انتم شايفينه كده ده بتاع الفارما. اللي هو بوزيتيف اينو نيجاتيف كرونو ليه؟ لانه ستيميوليت الفيجس. دايلسيس ليه؟ لانه انكريز الرينال الهارت طق 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 فبيزود البلاد سبلاي في ذا كيدني فيعتبر انه دايركت. طيب تعالى بقى انواعه ايه؟ طالما انا قلت حته فارما انواع حاجات كتير ديجيتالين ديجيتالين مش عارفه انت عليك الديجوكسين والديجيتوكسين ناحيه الاوكسين ناحيه التوكسين. يبقى عندنا حاجات كتيره. هو ديجيتالس جاي منين؟ جاي من نبات اسمه ديجيتالس بيربوريا وديجيتالس لانان فبينزل اكتف برنسبل ومواد فعاله كتير من ضمنها الحاجتين اللي تخصني انا الديجوكسين والديجيتوكسين. ماشي؟ طيب بيستخدم في ايه؟ ايه اليوزز بتاعته؟ congestive heart failure, arrhythmias دي حته ايه فارما مالهاش دعوه يعني انت عرفتها. طيب ادخلي بقى على الدرس بتاعنا النهارده. ايه الكونديشن اوف هايسي؟ ينفع اموت حد بيه ما سمعنيش؟ اموتك بادويه يعني عايزه محتاجه جرعه؟ لا. اموتك بانسكتيسايد؟ اه. ينفع انتحر بيه لو موجود جنبي؟ اه طبعا. تعالى الاكسيدنت. قلت لكم قبل كده الاكسيدنت ما بتخرجش بره الاربعه. شيلدرن اه شايف تيتا وجدو قاعدين طول النهار بياخدوا في الديجيتالز. تيتا وجدو النهارده بياخدوا في الايرن وقاعدين بياخدوا في الفيتامينات الملونه اللي لونها احمر. عشان كده ما ينفعش اي دواء قدام طفل. ما ينفعش تاخد ادويه قدام طفل. ما فيش حاجه اسمها حطي الادويه بعيد عن عينه. لا. حطي الادويه بعيد عن ايده وعينه الاثنين. عينه وايده. يعني ايه؟ انا ممكن يبقى الدواء عندي فوق حطاه في حته فوق بس هو شايفها. هيقعد يعمل لك زي القرد لغايه ما يهز الدولاب يهز لغايه ما ينزل. يبقى لازم بعيد عن عينه وبعيد عن ايده. يبقى الشيلدرن ممكن؟ اه الشيلدرن ممكن. ينفع اقول ثيرابيوتيك اوفر دوز؟ انا لسه حكيها لك ده كاميولاتيف. مشكلته انه كاميولاتيف قاعد بياخد ما بيروحش للدكتور القلب. ينفع اقول وركرز او ادك في حد بيدمن على الديجيتالز؟ لا. يبقى حته الكونديشنال بايزنج انا مش هقراها. ها؟ يبقى حته الكونديشنال بايزنج انا مش هقراها اتفقنا؟ زي ما انتم شايفين مفيش غير ايه؟ الاكيوت والبرايم. مكتوب لك عندك ايه؟ دايما في الناس الكبيره بيحصل توكسيسيتي عشان احيانا بيبقى عندهم رينال افكشن فما بيخرجوش بسهوله فعشان كده بيحصل كاميوليشن. واتفقنا مين اللي بيعمل كاميوليشن سمعت عليه قبل كده؟ الميثانول. الميثانول مشكلته انه ايه؟ سلو ميتابوليزم اند سلو اكسكريشن فبيقول عليه كاميول. طيب ندخل الاكشن والكلينيكال بيكتشر. بص بقى يا سيدي الاربعه دي مش هقول غير اول دي دايريا وفوكه ادي الاكشن مع الكلينيكال بيكتشر نوزيا بامبي كولينج دايريا اتس فيرست ساين. يبقى لو جات لك في الام سي كيو اه دي اول ساين انها ترجع وده من رحمه ربنا. ما الديجيتال زي ما بيعالج القلب احنا اتفقنا ان زاد عن حده بيتقلب ضده. It is a poison. الديجيتال is hard
انت عارف في الفارما انه بيضرب بيعالج القلب، بس لما بيزيد بيضرب القلب. طيب يبقى اول دي دايريا واخواتها اهي. تاني دي ديسريزميا، اريزميا، كارديك بايزن، كارديو توكسيك. مع الاريزميا ممكن يعمل ايه؟ اتفقنا فنتريكولار اور اتريال، ممكن يعمل تاكي اور برادي. يعني كل الانواع بيعملها، مفيش نوع معين، مش عليك تعرف انهي نوع اكتر. الاريزميا دي بتسبب الهايبوتنشن، يعني في ناس تقول لك جايه لك هو الباراسيتامول بيعمل هايبوتنشن، هو ده بيعمل، هي هو اساس الاريزميا. فالاريزميا هي اللي بتؤدي الى الديكريز بلاد فلو، يعمل هايبوتنشن، ديكريز بلاد بريشر. ثالث حاجه الدايفيجن اللي هي جرين اور يالو، ها صارت ان انا اشوف الدنيا خضر عشان الروز والبونز افكشن. رابع دي ديزنس، دراوزنس، كونفيوجن. هو ملوش دعوه بالسي ان اس، مصيبه لو سبكت سي ان اس ديبرشن سنترال اسفيكسيا، كارثيه كارثيه. هو عمل كده ليه؟ هو اتس كارديك، فقلل البلط للسي ان اس فاداك الدلوحه، اداك الكونفيوجن، اداك الديزنس، اداك الدراوزنس، اداك الديس اورينتيشن، اي كلمه منك حلوه. يبقى ما تقفليش تقولي في كتاب مكتوب ديزنس، في كتاب مكتوب دراوزنس، يا عم هو ده مش بلط سبلايت ولا بريد؟ عشان الكارديك مضروب. لغايه دلوقتي الناس اللي جايه متاخره، احنا شغالين ديجيتالز، الديجيتالز بتزيد. يبقى 4 دي اكشن وكلينيكال بيكتشر. قولوا لي دايريا واخواتها، جي اي تي، ديسريزميا واخواتها، كل الانواع، تاكي برادي فنتريكولار ايه، دايفيجن، رودز اند بونز. اخر حاجه ديزنس، دراوزنس، ديس اورينتيشن عشان السي ان اس. كل ده عن طريق الدي ديستربنس الالكترولايت، كل ده عن طريق الدي ديستربنس الالكترولايت. أربعة دي عن طريق دي ديستربنس الالكترولايتس، لخبطوا صوديوم كالسيوم والبوتاسيوم، أحيانا ألوك أحيانا ديكريز المغنيسيوم كمان. خلاص؟ طب خلصت الأكشن، الكلينيكال بيكتشر، عرفت الميكانيزم ديستربنس الالكترولايت، أدخل على حاجة تانية. الكوز أوف داس أريزميا. ما أعتقدش هتقول لي فومتينج مثلا، مش كده؟ ما أعتقدش هتقول لي سي إن أس مثلا. ماشيين يا ولاد؟ زي امبارح في الامتحان جايب لهم ان الاكشن بتاع الديجيتاليس مش عارف طق طق طق، في اثنين يلخبطوا، فنتريكولار اريزميا وهايبركالسيميا، صح؟ لخبطوا امبارح من فنتريكولار اريزميا وهايبركالسيميا. من كلامي كل الديجيتاليس ديستربنس الالكترولايت، يعني هايبركالسيميا، بس مش كل ديجيتاليس هيعمل فنتريكولار اريزميا، احتمال ما يعملش فنتريكال ويعمل اتريال بس. خلاص؟ فاهمين يا ولاد التركه كانت في ايه السؤال؟ ان جابوا لهم فنتريكولار اريزميا، فالولاد قالوا ما كانش تسمع عن اريزميا، بس مين اقوى؟ مين حكيم؟ بيقول لهم اقسم بالله العظيم كل الديجيتاليس بيحصل فيها كده، لا انا قايلها لك اهو، ممكن فنتريكولار ممكن ايه؟ التركه في كلمه فنتريكل، ولكن هو كله هايبر كالسيميا، لان انا قلت كتير الديجيتاليس الكورس بتاعها ايه؟ ديستربنس الالكترولايت، ديستربنس الالكترولايت، ديستربنس الالكترولايت، اربعه دي ماشي؟ والكوز اوف داس اي نعم ايه بقى ايه؟ ارز. وصلنا للانفستيجيشن، حد كده شاطر من غير ما يبص يقف ويقول معايا. مين هيقول معايا؟ يلا يا قمر. أول حاجة اسمك إيه يا حبيبتي؟ رودينا. أول حاجة رودينا، رودينا سامبلز خوارج وتقطيع، صح كده؟ مكتوبة في كتاب، مش مكتوبة في كتاب، أنا هكتب سامبلز من الليبي، أي حاجة بتخرج، طب لو جت أي حاجة بتتقطع. خلاص؟ أدي سامبلز. نمبر 2 روتين، قولي لي انت روتين. ارتير بلانجات الزائد الكترولايتس، قولي لي الالكترولايتس، يبقى علموني على كلمه الكترولايتس، هنا الانفستيجيشن مهمه الكترولايتس، لانه ديستربنس هيحصل ايه؟ هيحصل هايبر كالسيميا،
كالسيوم، ده كارثه كارثه. كالسيوم هايبركاليميا او هايبوكاليميا تبقى عن اكيوت او كرونيك، صح؟ صح كده؟ واحيانا قلنا ايه ديكريز المغنيسيوم احيانا. طب رابع حاجه البويزن، دوري لي على البويزن. بدور على البويزن، ايه البويزن ده اللي بدور عليه؟ ديجيتاليس ديجونس ديجيتوكس، هو اسمه ايه؟ داي ديجيتاليس بدي داي. يبقى البويزن الفيتال دوز او الدوز اللي انا هخاف منها انه توكسيك داي 2 نانو جرام بر ملي 2، يبقى ديجيتاليس داي من اسمه. طب اخر حاجه بقى الكوز اوف ديث، انت قولي لي بقى كوز اوف ديث والكومبليكيشن هيمكن ايه؟ الله ينور عليك. يعني اعمل ايه؟ انفستيجيشن مدام هارت اي سي جي اي سي جي سي يا حبيبي. خلصت الانفستيجيشن كده مفيش حاجه. طب يا دكتور اصل مكتوب كيدني، مكتوب كيدني فانكشن، لو حضرتك ما كتبتهاش ولا ربع درجه، لان ديجيتاليس ما بيعملش كيدني فيلر، فوق لنفسك هتكتب كيدني فيلر؟ لا الديجيتاليس ملوش دعوه بالكيدني، ولكن هو بيقول لك قيس الكيدني ليكون هو السبب لديجيتاليس توكسيستي. قيس الكيدني ليكون هو ايه بيحصل كاميونيشن عشان عنده كيدني فيلر، ولكن لو ما كتبتش شرينا الفيلر في 60 دقيقه. خافش فاهمين يا شباب؟ واصله؟ طب طب انا دلوقتي انا شغاله في الديجيتال في الناس اللي جايه متاخره. بدي اول دي سببه ايه؟ ديستربنس الالكترولايتس الاكشن والميكانيزم والكلينيكال بيشو كل حاجه، دايريا واخواتها، ديسريزميا واخواتها، ديزنس واخواتها، داي فيجن الفيجن اللي مسبوق في صبغه في لون، واتفقنا ان كان ديستربنس ان الكترولايت. طب اما ادور واقول ان في توكسيسيتي هلاقي ديجيتاليس داي اي داي داي 2 نانو جرام بير ملي. وصلت الحاجه اخر حاجه واهم حاجه في الديجيتاليس التريتمنت. مين يقول التريتمنت معايا ده بيتاخد بالبق؟ ها اول حاجه في التريتمنت نمبر 1 سبورت اند سيمتوماتيك شد الصف، 2 و3 خروج ودخول، خروج ودخول في جي اي تي، نمره 2 اي سي جي بتاعتي انا اكسس كاثارتكس جاستريك لوكوش، ادخلي له بادويه محليه اسمها لوكال انتيجين، 4 و5 في الدم خروج ودخول، خروج من الدم هتفكر خروج من الدم الدي تي اتش دايالسيس دايالسيس هيمو برفيوجن دايالسيس دايالسيس هيمو برفيوجن ادخله في الدم بالفيسيولوجيكال انتيدوت السيستميك انتيدوت. يعني لو جات لك عليها 5 درجات عليها 10 هتاخد في الكلام ده هتاخد 3/4 درجة. يبقى سبورت اند سيمتوماتيك وروح ادخل جي اي تي اي سي جي امسس كاسرتوس كاسف لاباش ادخله بادويه محليه اسمها لوكال انتيدوت. دخلت على الدم وروح ادخل خارج الدي دي اتش والفيسيولوجيكال انتيدوت، الدي دي اتش دايالسيس دايالسيس هيكو برفيوجن الضخم الضخم. بس تعالى نهدى، اول حاجه سبورتيف تمام، سبورتيف اند سيمتوماتيك. بص يا سيدي قبل ما اقول نمبر 1 في دروس هقول لك فيها نمبر 0، دروس هقول لك نمبر 0 يعني زي ايه البروفيلاكسس احيانا، زي مثلا اقول لك السلفوريك اسيد كان نمبر 0 عندي ايه؟ مورفين از لايف سيفنج قبل ما تنطقها قبل ما تشتغل خلاص؟ في السيانايد كان نمبر 0 ادي الانتيدوت الاول، ادي سيستم الانتيدوت الاول. هنا نمبر 0 باد ريست اند ستوب ديجيتاليس، انا دلوقتي بعلم ديجيتاليس توكسيسيتي هقول له انا هعالجك بس انت خليك على علاج بتاع القلب، انا مش دعوه بموضوع القلب يمشوا عادي. لا لا باد راست اند ستوب ديجيتال دي اهم كلمه ولازم تتكتب خلاص. ما ده انا بعالج ويطلع هو ده اللي بيحصل ويطلع في الاخر. اصل بتاع الكام جورجي قال احنا قللنا الجرعه، ما ده الدكتور شيري قالت قللت الجرعه ايه ده في ستوب ديجيتاليس اند باد راست. ابتدي قول لي بقى سبورت اند سيمتوماتيك. سبورت هتكتب لي الاي بي سي عادي ما تخافش، انزل بالاي بي سي كانك مش اخد بالك، انت ما تعرفش هو عنده ديجيتالز ولا
في الاي بي سي فاكرين لما انا قلت لكم في الكارديو فاسكولار الاربعه ساينس سيركيوليشن، الناس اللي حضرت معايا السكيمات في الاول قلت لكم ندي دراجز اريزميا او ديجيتاليس. المره دي مش هنقول ديجيتاليس، هنقول دراجز ايه انتي اريزميا. بندي انتي اريزميا مين؟ قلب ALB اتروبين لدوكان في نيكون. مش مكتوبه يا دكتور، اكتبها يا حبيبي. ALB اتروبين لدوكان في نيكون، اتروبين لدوكان في نيكون. ناس بتقول لك بدي اتروبين ليه؟ لانه ستيميوليت الفيجاس لو تفتكر نيجاتيف كرونوتروبيك. هما الديكريز هارت ريت ازاي؟ ستيميوليت فيجاس. يبقى بيني وبينك الانتي اريزمين دراجز ممكن تبقى الحل فيها. الحل الثاني صلح لي الالكترولايتس يا جميل. ما هو مشكلتك في الديستربنس الالكترولايت. لو عندك نقص في البوتاسيوم شربه عصير برتقال بوتاسيوم كلورايد. لو عندك زياده في البوتاسيوم ادي انسولين زائد 5%. لو عندك نقص في المغنيسيوم ادي مغنيسيوم صلفيت البلح الانجليزي. طب الكالسيوم ادي حاجه اسمها مون كالسيوم اديتا. سمعت اديتا دي فين قبل كده؟ الله ينور عليك. ادي تاني نوع من اديتا كليتور اسمه مان كالسيوم اديتا. هقول لك تاني، انا في لسته في نمبر 1 سبورت بنسين كوماتيك اي بي سي. اكتبها من شابتر 1، اكتبها من السكيم اللي قلت لك عليه. هتلاقي انا كاتبه لك يا تدي ديجيتاليس يا تدي دراجز اوف اريزمي. هنا النهارده مش هينفع ادي ديجيتاليس، ادي ايه؟ ادي دراجز اوف انتي اريزمي دراجز. ايه الانتي اريزمي دراجز؟ قلب، القلب اي ال بي، اتروبين لدوكين في نيتون، اتروبين لدوكين في نيتون. اتروبين عشان السيميوليت الفيجاس. خلاص؟ طيب ما ممكن وانت بتدي الانتي اريزمي دراجز لو ظبطت الالكترولايت يبقى مفيش حاجه اسمها ديجيتاليس. مفيش حاجه اسمها ديجيتاليس توكسيسيتي. تظبطها ازاي؟ عندك نقص بوتاسيوم ادي بوتاسيوم، زياده بوتاسيوم ادي انسولين، عندك نقص مغنيسيوم ادي ملح انجليزي، الكاسوتكس اسمه مغنيسيوم صافيت. عندك زياده كالسيوم دي كارثه. عندك زياده كالسيوم دي كارثه، لازم تدي كليتور، حاجه تيجي تاخد الكالسيوم وترميها. الكليتور اللي عندنا اسمه اديتا بس من غير كالسيوم، ما بيبقاش شابك فيه كالسيوم، هو اديتا ده مفجوع يدخل انا عايز الكالسيوم عايز يقوم اخد الكالسيوم بتاع جسمك. يبقى زود لي عندك ليه؟ هو ده الشغل العملي والشغل الكلينيك. بيني وبينك ما حدش بيشتغل بدي جي بلان مش موجود لانه غالي جدا. يكلف لغايه 100,000 واكتر. مين بقى ان شاء الله اللي هيجي لك تشتغل سوكسيس يدفع لك 100,000؟ ما تشتغل يعمل الانتي اريزمنت والديستربنس والالكترولايت مظبطه هيبقى زي الفل. فهمتوا؟ فهمتوا؟ طيب يبقى ادي نمبر 1 سبورتيف انسيمتوماتيك. خد بالكم مغنيسيوم صلفيت كويشن ليه؟ في الاخر ممكن يقول لك مغنيسيوم صلفيت استخدمتها في حاجات اللي هو الملح الانجليزي استخدمتها في حاجات غير الكاسورتكس اهو. طيب نمبر 2 عايز تعمل اي سي جي اعمل عادي. ايه اللوكال انتيدوت بقى بتاعه النهارده؟ هو ده اللي اتعلم عليه. يعني لغايه دلوقتي احنا علمنا على الانتي اريزمين دراجز القلب صح كده؟ وعلمنا على الالكترولايتس. تالت حاجه اتعلم عليه الديجيتاليس بنديله مالتيبل دوز اكتيفيتد تشارج. افتكر بقى افتكر ايه؟ افتكر بايل تو جودنم، جودنم تو بايل، بايل تو جودنم، جودنم تو بايل، بايل تو جودنم، جودنم تو بايل، بايل تو جودنم، جودنم تو بايل. مين ده بقى؟ البي خرج منه باربيتشوريت والدي خرج منه ديجيتاليس. يبقى اهم اثنين لازم مالتيبل دوز اكتيفيتد تشارج. اهم اثنين هقعد ادور عليهم. كاتب الام دي اي كي ان انا افضل اديله اكتيفيتد تشارج كتير لانه موجود النهارده في محاضره النهارده الاثنين. بايل تو جودنم، جودنم تو بايل، بايل باربيتشوريت جودنم ديجيتاليس. افتكرها بس البي والدي، البي والدي. يبقى دي حته مهمه اعلم عليها. هتعمل دي دي اتش النهارده دي دي اتش ان افكتيف. لا ما ينفعش. يبقى دارسز ودارسز ما ينفعش. عشان كده بنرجع للفيسيولوجيكال انتيدوت اللي هو الدي جي مايند. طيب ليه ما ينفعش؟ النهارده الديجيتاليس ده بيدخل على القلب. يعني بيقلب على خلايا القلب. يبقى عنده فوليوم او ديستريبيوشن عالي مش هتلاقيه في الدم عشان يتغسل. وايه كمان؟ تخين ومفشول في الدم بروتين باوند يبقى كانوت بي دايلست. عندي نوعين، دي
ديجوكسين وديجيتوكسين. مش النهارده قلت لكم دول اللي خاصين بيا. الديجيتوكسين اللي فيه حروف كتير هو الانفاشن بروتين، بروتين باوند. اما الثاني هو الديستريبيوشن عالي، يجري على طول على خلايا القلب، يجري على طول على خلايا القلب عشان يلحق من هارت فيلير، عشان كده مش بلاقيه في الدم. كانوت بي دايجست. يبقى الحته دي ممكن جيف ريزن فور. انا مجمعها لكم بقى كل التوكسيكولوجي بس هنزلها في الاخر كده ورقه. ايه الحاجات اللي في التريتمنت ممكن تيجي في الام سي كيو بتاعت الدايلسيس دايلسيس لوكال انتيجن؟ هيبقى لكم بس اللي تذاكروه في التريتمنت فيزيولوجي بس. يعني في الاخر هي حته ورقه هلملها بيها التريتمنت كلها. الفيزيولوجيكال اللي هسيبك بقى مع نفسك كل درس كده. الفيزيولوجيكال على حسب المحاضره. خلاص يا بقى؟ طيب يبقى النهارده العلاج بايه؟ العلاج بثلاث حاجات بيني وبينك. لو ما كتبتهاش ما كتبتش تريتمنت انتيجيتاز. الانتي اريزميك دراجز، الديستربنس اوف الكترولايت، وايه؟ الدي جي باين. وقفلي بقى عند الدي جي باين ده بسميه اميونوثيرابي. ايه حكايته الدي جي باين؟ الاسم الثاني اسمه فاب فراجمنتس. فاب فراجمنتس، فراجمنتس اوف انتي بودي. فراجمنتس اوف انتي بودي، هو ايه حكايته؟ حكايته يا سيدي ان احنا جبنا خروف. خلاص؟ جبنا خروف عملنا ايه؟ جبنا خروف ورحنا حاملينه ديجيتالس. بس ديجيتالس معاه قلب منه الرجي. فلما دخل طلع لنا انتي بودي اوف ديجيتالس. فاخدنا الانتي بودي وكسرناه حتت. عملناه فراجمنتس. فراجمنتس اوف انتي بودي. طب عملتيه فراجمنتس ليه؟ عشان يبقى لاس الرجيك. ما يدخلش كده طق ويعمل الرجي ويموت العيان من انافيلاكتيك شوك. على ما تي فراجمنتس ليه؟ عشان يعدي من خلايا الكلى من الكدني ما يقفش ما يعملهاش كونستراكشن. يبقى تاني جبت خروف حققت ديجيتاليس ماسك في ايه؟ ماسك في قلب. فطلع لي الانتي بودي بتاع الديجيتاليس. خلاص؟ اخدته عملته تكسير فراجمنتس عشان يبقى لاس الرجيك. عشان يبقى كان بي ايزلي يروح للكدني وينزل بسرعه. صح كده؟ طيب ادي اول حاجه. ثاني حاجه قلت لكم فراجمنتس ليه؟ اديك فهمتها. ثالث حاجه. ثالث حاجه هو وظيفته ايه؟ ايه الاكشن؟ قبل ما اقول الانديكيشن هو ايه الاكشن؟ قال لك انه ديجي بايند. بايند ذا ديجيتاليس اند اكسكريتد ان يورين. عايز تفهمها ماشيه ازاي؟ انا بحب الكلمه اول ريفرس تيشو بايندينج. طول عمر الديجيتاليس داخل الخليه بيدخل خلايا القلب كده رايح كده رايح كده. انا هاجي بالديجي بايند اللي هو الفاب واقف هنا اهو في الدم. هياخد الديجيتاليس اللي في الدم وينزل في الكلى. فالديجيتاليس اللي في الدم يقل الكونسنتريشن تقل. فيجي الديجيتاليس اللي في الخليه من جوه يطلع according to concentration gradient. according to concentration gradient. from high to low. ويجي الفاب ياخد الديجيتالز يرجع يقل في الدم according to concentration gradient يطلع من الخليه. يبقى بدل يا ديجيتالز ما انت داخل الخليه ده انت بقيت خارج من الخليه. اسمها ايه؟ ريفرس تيشو بايند. بيعكس التيشو بايند. مش عاجباك قلت بايند ذا ديجيتالز اند اكسكريتد ان يورين وبيرميه في اليورين. طب الدوز بتاعه ايه؟ الديجي بايند الحمد لله غالي جدا. الحمد لله مش بنستخدمه. الحمد لله الكلام كله. الحمد لله بيتعمل بره. الحمد لله عمرهم ما خدوا كتبت لنا على دوز. قالت لك احسبيها اكوردنج لوزن العيان، اكوردنج قد ايه قرص، اكوردنج قد ايه سيرم توكسيس السيرم ليفل. يبقى ما قالولناش على دوز ليه؟ احلى حلو احلى حاجه بنعمل ايكويشن نفضل نضرب ونقفل. يبقى دي جماعه مالوش دور. طب بتديه امتى؟ ما دام هو غالي قوي كده. بيني وبينك بره بيدوه كل الاحوال. هو الديجيتاليس بيعمل ايه؟ اريزميا. قالت لو اريزميا بس من نوع التقيل لو بلوك مثلا يبقى دي اريزميا من نوع التقيل. لو دراوزنس لو لقيتيه منتال ديتريوريشن اللي هو السي ان اس. الدي الثانيه لو الديجوكسين عدى قد ايه؟ انا قلت لكم الليفل بتاع التوكسيستي قد ايه؟ دول بصوا انا كاتبه لكم فوق ايه؟ انا عند مبدئي الديجيتاليس دول الديجي بايند دول 2 في 5.
اخدم الفاب 5 واخدم ديجيتاليس 2، احط لك 2 تايب 5. يبقى تاني السيرم دي جوكسن دول دول 2 نانو جرام. اما هنا الدي جي باين كاتبه لك 2 تايم 5 يعني برضه ضاي، يعني في الدي جي باين برضه ضاي بس في 5. يعني ايه؟ لو لقيت الدي جوكسن 10 10 مللي جرام يكون اخدها بالكيلو جرام او 10 نانو في الدم، يعني سيرم او دوز. لو اخد 10 كميه 10 ديجيتاليس او لقيتها في الدم السيرم ليفل 10 برضه، بس بتختلف في اليونت حتى لو كتبت لنا نانو مايكرو. المهم ايه؟ دي عشان الاكس كيو، عشان لو جت تريتمنت اوف الدي جي باين. دي جي باين ملهاش دوز. الدوز انت هتديها امتى؟ لو لقيت 10 مللي جرام او لو لقيت 10 نانو جرام او لو لقيت الهايبركاليميا. لو البوتاسيوم كلنا عارفين البوتاسيوم لا المفروض يبقى 3، قلنا لو اكتر من 5 هو اللي تديله دي جي باين. يبقى دي جي باين عشان غالبا ما بيتاخدش لاي حالات، بيتاخد للاريثميا بس لو شديد، بيتاخد لو ديزنس منتل اللي هي سي ان اس، يعني مش معقوله هتدي لو جي اي تي شويه مونتي بودي دي جي، لا بيتاخد لو البوتاسيوم والليفل بتاع الديجوكسين ايه اكتر من 10. خلاص؟ طيب كده يبقى لو جالك قال لك الفيزيولوجيكال انتي دوت بتاع الديجيتاليس وما لقيتش الدي جي باين في الام سي كيو، ما لقيتش الفاب في الام سي كيو، الفاب اللي هو دي جي باين فراجمنت اوف انتي بادي، تتصرف ازاي؟ دور على الانتي اريزميك. لو ما لقيتش الانتي اريزميك دور على النون كالسيوم اديتا. لو اتكتب، لو اتكتب، هو طبعا المفروض احنا ملتزمين بكتاب السنه دي فالمفروض ما يتكتبش. طب لو انا ما لقيتش دي جي باين ده دكتور انا مش لاقي فيسيولوجيكال انتي دوت، احنا بنعتبر الانتي اريزميك فيسيولوجيكال انتي دوت، بنعتبر علاج الالكترولايتس النون كالسيوم اديتا ده انتي دوت، الكينيتور از انتي دوت. فاهمين يا ولاد؟ كده خلصت الديجيتاليس. نراجع تاني. حد يقول للناس اللي جايه متاخره، الناس اللي جايه متاخره يقول الديجيتاليس تاني عشان نقفل وناخد ايه؟ باراسيتامول. خلاص؟ الدي جي باين
ملوش دوز، ملوش جرعه لانه غالي جدا وحسابه بالمسطره. الديجي بايند بايند ذا ديجيتاليس، بايند ذا ديجيتاليس ويخرجه بره. طب احنا هنا في مصر شغالين بايه؟ اقسم بالله بالانتي ارزمه القلب، اي ال بي اتروبيلي دوكينتي ماتواين. اقسم بالله بالالكترولايتس، ما عندناش ديجي بايند، ظبط الالكترولايتس. خلاص؟ الكالسيوم خطورته عاليه جدا جدا جدا، عشان كده بتجيب له كيلاتور نون كالسيوم ادد هيهجم عليه. الادد هتنفس الكالسيوم فبندخله يهجم وياكل الكالسيوم اللي في جسمك. ماشي كده؟ لا. يعني بنجوعه عشان كده هتكون نون كالسيوم ادد. عندنا حته تجويع الادد، الادد طول عمره بيحب الكالسيوم، فانت كده ده بالظبط لما هتيجي تتجوزي وتكلفي. ما ينفعش وانت رايحه فرح او رايحه حفله او كده ابنك ما يبقاش ايه؟ لازم ادب زي الاسكس، عندنا ميديكال اسكس، في اسكس للتربيه. انكلي ابنك قبل ما يروح الفرح. ما تخليش ابنك مش هيكل قبل ما يروح اي حته. اديني بقول لك اهو لو جعان، اصل في ناس ايه؟ احنا كبار. طب انا هتغدى ليه لما رايح فرح بالليل؟ مش كده؟ احيانا تقول طب ما انا هاكل بالليل بقى وخايف بلاش. الا الطفل، الطفل بيبقى فضيحه، بياكل كانك تورته. احيانا كان بيبقى ناس
نوطي واخواتها alteration in liver enzymes، يعني شويه تغيير شويه دلع، بس في ليفر فيلير بس دلع. ادخلي على السي الاولانيه سنتري لوبيولر نيكروزس اوف ذا ليفر، اصل جايه لك كمان حاجه في المحاضره هديك البريفرال بريبورتال بريفرال نيكروز ده سنتري لوبيولر. اخر حاجه السي الستيج الاخراني ان شاء الرحمن احتمال كبير يحصل لك كيور، لو عديت من ستيج 3 هيحصل لك كيور وريكفري. هي دي الباراسيتامول. انا خلصت ال اي سي سي وهي دي الفيسيولوجيكال انتيدوت ان استايسيستايين. نبكي على الناس او نبكي، نبكي هي المصيبه، ها هي دي التوكسيك ميتابولايت. طب انتوا عارفين طبعا في كلام معلومات عامه البنادول بيستخدموه في ايه يا بنتي؟ انتي بايوتيك انرجيزك. ينفع عندي انفلاماتوري تعالجي بيه حاجه البنادول؟ فيري عشان البروستاجلاند من ايام الفارما مش هندخل فيها، ولكن هو انتي بايوتيك انرجيزك ديلي حلو، لكن انتي انفلاماتوري لا. تمام؟ طب تعالى بقى اقف هنا. لو عرفت الميكانيزم اوف اكشن اللي بيجي في الامتحان كتير 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 خلصت الباراسيتامول. ما انا مخلصناه من ان اي سي سي اربع ستيجز. حد فاكر تاني؟ الان ايه؟ نوزيا والوردة. الايه؟ التريشن يعني تشينج الليفر انزايم. السي لا دخلنا سنتري لوبيولر نيكروزس ليفر فيلر. السي الاخرانيه ان شاء الله الرحمن كيور. ادخلي بقى في الميكانيزم اوف اكشن. زي ما انت شايف الباراسيتامول هيدخل جسمك 90% امام. ليه؟ هياخد الطريق اليمين وهياخد الطريق الشمال. ليفر ميتابوليزم سلفيشن جلوكيوريليشن زي الفل، ربنا مأمنك سلفيت وجلوكيورونايت ادي الميتابوليزم. المصيبه بقى في ال 5% او ال 4% بالسيتوكروم بي 450 اللي انت شايفها اللي بالاحمر دي تحولت لمين؟ للمصيبه ده النبكي. اللي نبكي على الناس ده الباراسيتامول. اه نبكي على الناس النيل اللي قاعدين بياكلوا. نبكي ده ربنا مأمنك. بص ربنا معاك للاخر زي الساينايد كده، دي توكسيفاينج سيستم للاخر معاك سايز اوف في الانتستن. زود هيتقلب على دماغك اللي هو الناس اللي بتاكل ايه؟ الانرايب جرين فروت اللي بيروحوا عزب ولا يروحوا الكره وياخدوا الانرايب فروت. لا كلي انرايب فروت ماشي، كلي تفاحه واحده، لكن زودتي اتقلبت على دماغك بس لما يكون فيها سيناريو. فربنا هنا مأمنة بالبنادول اللهم لك ألف حمد. ادي الطريق اليمين وادي الطريق الشمال وادي الطريق التحت. ان اول ما يتحول للنبكي ربنا مأمنة بالجلوتاثيون اس اتش دونر يوصلك لبر الامان. مش لازم تعرف مين بر الامان ده، وصلك لنان توكسيك ميتابولايت. يبقى انت ربنا مأمنك بمين؟ بثلاث اشخاص. بروف سلفيت بلوك جلوبيورونايت اند سيد البروفات جلوتاثيون. جلوتاثيون ده عمهم لان هو اللي بيرجع النبكي. خلاص؟ طب حصل بقى انك اخدت اوفر دوز. اخدت اوفر دوز الطريق الفوقاني مات، الطريق اليمين فوقاني مات، حتى الطريق ده الجلوتاثيون الثلاثه اتضربوا. قالوا لك انت اخدت كتير قوي. It is beyond our capacity. زي بالظبط فاكرين ما قلت لكم الاكل؟ ربنا مأمنك بالاكل دي اندروجينيز هنوصل لكارب ترانسموتر زي الميثانول. الفوليك اسيد هيوصلك للكارب اللي جات لكم امبارح. كارب ترانسموتر خلاص احنا ايدين الفوليك اسيد على عيننا. عشان كده بنقعد نقول للناس بتوع الايه؟ عشان الناس السجاير واللي بتاخدهم فيتامينات عشان تخرجكم بسرعه. طب الثلاث طرق هنا اتضرب. الجلوكورونايد السلفيت الجلوتاثيون. اخدت بنادول كتير. It is beyond my capacity. الثلاث اساتذه دول قالوا لك احنا خلاص خلصنا ما نقدرش نعمل لك حاجه. طب النبكي ده يروح فين؟ يدخل على الناحيه دي الليفر سيلز. ايه ده؟ ده الليفر عندها اس اتش يعني مش خلاص الجلوتاثيون رايحتني يا جماعه انا رحت الليفر سيلز. قعد في الميتوكوندريا بتاع الليفر سيلز هيعيش حياته بقى. قعد ها سنتري لوبيولر نيكروسس. يبقى عرفت الباراسيتامول بيضربك ازاي؟ بيضربك بالنبكي على الناس اللي بتستخدم نبكي. ان النبكي مش لاقي حد يخرجه. طب مين اللي كان بيخرجه؟ سيد الاساتذه جلوتاثيون. طب الباراسيتامول من الاول ربنا مأمنك بالسلفيت ويبقى عندك ثلاثه مأمنك ربنا في ثلاث حاجات انت اللي زودت عامل لك ايه؟ راح داخلك على الاس اتش بتاع الليفر سيلز ضرب لك الليفر سيلز عمل لك هيباتيك فيلير. البنادول بيعمل هيباتيك فيلير؟ اه. وبيعمل رينا؟ اه. النبكي بيضرب الرينا. النبكي بيضرب الرينا بس هما بياكلوه.
الهيباتو بيحصل هيباتو رينال. لا قدر الله لو حد عنده ليفر فيلير، التوكسيك ماشي في الدم، التوكسيك ميتابولايتس يجري على مين؟ على الكدني، يتعب الكدني. يبقى الكدني ناس كتير تقول لك البنادول مالوش دعوه بالكدني. البنادول ملك الليفر. يضرب الليفر. انا بقول له ايوه هو بتاع الليفر. بس من الليفر بيوصل هيباتو رينال. وايه كمان؟ والنبك بيضرب الكدني بس بنسبه اقل بعد الليفر. عشان كده الناس مهتمية بالليبر ليبر ليبر للدنيا. لا يا عم البنادول هيضرب لك الكبد والكلى بتاعك. تقول له كده ما تقولوش كبد بس، احنا مش هنعلمه الميكانيزم. يبقى كبد وكلى ماشي؟ طيب عن طريق ايه؟ النك. خلاص؟ طيب بص بقى للناس اللي مش فاهمه الكلام ده، انا عامله لك السلايد دي شرحها لك بالتفصيل. 90% الناس اللي هي عايزه تكتب كتابه، عايزين تصوروها صوروها عشان بقى مش هعيد الشرح. خلاص وصل السلايد اللي فات؟ في حد مش فاهم؟ طب اللي عايز بقى ياخد الكلام بالتفصيل يصور ايه؟ الثيرابيوتيك دوز اهي، ربنا مكملك اهو. طب لو زودت وعملت توكسيك دوز اهو. خلاص؟ طب لو توكسيك دوز اهي. ندخل بقى على الستيجز. كلينيكال بيكتشر اتفقنا، كلينيكال بيكتشر هي نفسها الاكشن. ان اي سي سي، ان اي سي سي اول، والحمد لله. بتحصل امتى؟ 1 2 3 4، 1 2 3 4 ستيج 1 2 3 4، 1 2 3 4. يعني ايه؟ 1 داي بوست انجكشن تحصل لك الان، 2 دايز بوست انجكشن تحصل لك الايه، 3 دايز بوست انجكشن تحصل لك السنتري لابل نكروزز، 4 ايام ل 14 لاسبوعين يحصل لك الكيور. سهله. NACC 1 2 3 4، NACC 1 2 3 4. صعبة؟ نوزيا واخواتها، يبقى دش بقى، نوزيا اند بومبي. الايه؟ Alteration in liver enzymes، ache in liver، يعني ايه ليفر فيلير؟ أنا علمتك الليفر فيلير تتكتب إيه؟ حد شاطر يقول لي كلينيكال بنشر بتاع الليفر فيلير؟ سكيمات بتاعت أول محاضرة، الناس اللي ما خدتش سكيمات هتفيدك والله. هتعك جامد وهتقول حاجات من التاكس. بين بلس تندرنس ان رايت هايبو كونترول. جوندس؟ جوندس زائد بليدنج. الانزيمز اتلخبطت. ليفر فيلير يا ولاد عادي. عادي خالص. طب امال السي سنتري لابلر نكروزس ليفر فيلير عندها تاني بس المرة دي بهبات الكوما. انكفالوباسي. يبقى السنتري لابلر نكروزس بهبات الكوما. السنتري لابلر نكروزس اللي هي بتاعت ال ده ليفر واحتمال كدني واحتمال بنكرياس. يعني بص بص نمره ثلاثه السنتري لوبر نكروز دي فيها حومه. ما انت بادئ الليفر فيلير من بدري. لكن هيباتيك انكيفالوباسي والمنتاليتي ها هنا واحتمال رينال فيلير وبنكرياس. اخر حاجه بقى السي، لو ربنا عداك، لو ربنا عداك من ثيرد ستيج ربنا هيكرمك بالكيور وهتخف وتبقى ريكفري وتبقى زي الفل. انا كاتب لكم كومبليكيشنز او بيني وبينك النبكي زي ما قلت لك بيضرب الكدني واحيانا البنكرياس. الكدني بيضربها ازاي؟ قلت لك هيباتو رينال او النبكي نفسه هو اللي بيتضرب. يعني مش عايز ازود وديكريس بلاد سبلاي اصلا. انا ليه كاتبه السلايد دي؟ هل عليك؟ لا ما اعتقدش مش مكتوبه. انا كاتبه السلايد ده عشان المعلومه اللي تطلع بيها من المحاضره النهارده تفيد مجتمعك وانت مش هتتخصص توكسيكولوجي. انت تقول لجده انت بتاخد ديجيتاليس؟ بتروح للكارديولوجي؟ لا قدر الله لو حصل واتنج يبقى انا في مخي. المعلومه دي، المعلومه الثانيه بتاعت المجتمع، البنادول مش ليفر بس، ده كمان كدني. خلاص؟ بس عايز تكتبها اكتبها، مش عايز تكتبها مش خاطر. يعني جايبه لكم كده بص صوره ان هم ليفر يعني تحت الميكروسكوب، دي حته يعني البوست جرافيك مش مشكله. وصلنا انفستيجيشن، مين اللي بيقول معايا انفستيجيشن؟ ان اي سي سي 1 2 3 4، ان اي سي سي 1 2 3 4، يلا انفستيجيشن. سابت خوارج وتقطيع الروتين خلاص، الكترولايتس ارتير بلاد جاز. ادخل لي على البايزن هتقيس مين؟ الباراسيتامول. خلاص؟ خلي بالك الباراسيتامول الجرعه بتاعته فيه تدوس 150 ملي جرام بير كيلو جرام، عامل زي مين؟ زي الاسبرين. اخوات بعض 150. عايز اقول لك يعني 70 قرص اسبرين. طب البنادول عايزين 30 40 قرص، يعني سيبك من الناس اللي تقول لك انا انتحرت بالبنادول. اخدت كام حبيبتي؟ اخدت 6 قرص، اخدت 10 ولا ايه؟ فجرعته كبيره. طب انا بقيس الباراسيتامول مالكش دعوه برومات ميتش ونوموجرام.
هيموجرام، في حاجه هيموجرام عندنا بنحسبها كده. انا يهمني كلمه 4 ساعات، انك ما ينفعش تقيس الباراسيتامول بعد 4 ساعات بوست انجكشن. عشان كده كاتب لك في العنوان جنب الناس ايه؟ كاتب لك نابكي وناس، كاتب لك 4 و4. 4 لان 4 ستيجز ان اي سي سي. واوعى تنسى الباراسيتامول، ما ينفعش تقيسه. لو واحد دلوقتي اخذ باراسيتامول وجاي لي بيقول لي انا اخذت من نص ساعه، او قال لي بسرعه روحي قيسي انا عايز اعرف السيرم كام، يبقى بهبل. لازم استنى بعد 4 ساعات. الحته دي لازم تجي لك ام سي كيو، كلمه 4 ساعات. الحته دي بدور عليها في التصحيح. ليه؟ فاكرين لما حكيت لكم الولدين اللي اتمسكوا في الكليه بياخدوا حشيش؟ عليهم.